السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مرحبا بكم، في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم وأندر أنواع النمل، وهو نمل العسل. النمل هو فصيلة من الحشرات الاجتماعية التي تندرج تحت فصيلة النمليات من رتبة غشائية الأجنحة، وهي نفس الرتبة التي ينتمي إليها كل من الدبابير والنحل. وقد تطور النمل من أسلاف أشباه الدبابير خلال العصر الطباشيري، أي قبل حوالي 99 مليون سنة، وتنوعت بعض النشوء النباتات المزدهرة، وتم تصنيف أكثر من 12500 نوع من مجموع 22000، ويمكن التعرف عليها بسهولة من خلال قرونها الاستشعارية المعقوفة وتركيبة أشباه العقد المتميزة التي تشكل خصرها النحيل. يشكل النمل مستعمرات تتكون من مئات الأفراد والآلاف وحتى الملايين. ومن بين أهم هذه المستعمرات مستعمرة نمل العسل، سمي بهذا الاسم كونها تخزن العسل في معدتها لتغذي به غيرها من النمل خلال الموسم الصيفي والجفاف. يعيش نمل العسل في الصحراء القحيلة والجافة، وتعتبر مصدر غذاء لغيرها من النمل ولبعض الحيوانات الصحراوية الأخرى، بل وحتى للبشر، إذ يتناولها السكان الأصليون في أستراليا مثل الحلوى. بعد هطول الأمطار تجتمع كمية كبيرة من الرحيق على نباتات سريعة الزوال، وفي ظل الظروف المعيشية القاسية في الصحراء تخزن النمل العسل بإطعام مجموعة من العاملات المتطوعة حتى تتضخم بطونها ويصبح حجمها في بعض الأحيان بحجم حبة العنب. وفي كل غرفة من غرف الخلية يوجد حوالي من 25 إلى 30 نملة ملتصقة بواسطة سقانهن بسقف الغرفة في وضع مقلوب. ولو تعرضت إحداهن للسقوط تسارع العاملات الأخريات إلى إلصاقها من جديد. وفي موسم الجفاف أو الشتاء تقوم باقي النملات بزيارة هذه المخازن الحية لأخذ احتياجاتها اليومية من السكر، إذ تلصق النملة الجائعة همها بفم النملة المنتفخة، وعندئذ تقوم الأخيرة بتقليص بطنها لإخراج قطرة واحدة إلى فم أختها. ويضحي نمل العسل كثيرا من أجل تخزين الغذاء لغيره، إذ أن المحلول السكري الذي تحمله كل نملة أثقل بثمان مرات من وزنها.